فكانوا لا يحبونه، رغم ذلك مكن لهم وأعطاهم وفضلهم وأرجع لهم سلطتهم، إلا أنهم بقوا في غيهم حتى لم تبقى منهم إلا أسرة واحدة، أسرة صالحة، هي أسرة عمران عليه السلام، وخرجت منها سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بعث لهم رب العالمين هذا الأنبياء في ثلاثة في زمن واحد، وكأنها آخر فرصة لهم، يعني قال لهم هذه آخر إنذار لكم، ترجعوا للطريق والله أحول النبوة عنكم. فقتلوا سيدنا زكريا وقتلوا سيدنا يحيى وحاولوا أن يقتلوا سيدنا عيسى، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء. ثم بعد ذلك جاء دارت معركة بين اليهود والرومان، حوصر فيها اليهود وقتلوا تقتيلا عظيما، ودمر القائد الروماني تيتوس الذي أصبح إمبراطورا فيما بعد، دمر المدينة، دمر بيت المقدس واستباح المدينة وتركوها خرابا، وأجلوا سكانها وشردوهم في البلاد، حتى قيل أنهم لم يتركوا فيها حجرا على حجر. ثم حدث انقلاب هام حدث في العالم القديم بعد المسيح عليه السلام بحوالي 300 سنة، حين أعلن الإمبراطور الروماني قسطنطين أنه تبع الدين النصراني، الرومان كانوا وثنيين، ثم هذا قسطنطين أعلن اتباعه للديانة واعتناقه للديانة النصرانية، وكانت معه أمه هيلانا. هيلانا هذه أصبحت فيما بعد تعرف بالقديسة هيلانا، لأنها ساهمت مساهمة كبيرة في نشر النصرانية، وأصبحت الرومان تدين بهذه الديانة، أصبحت دين الدولة. وانقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين، الإمبراطورية البيزنطية في الشرق والإمبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب، وبقيت الإمبراطورية البيزنطية هي المسيطرة على المدينة المقدسة، حيث من أهم الآثار كنيسة القيامة، كنيسة القيامة هذه بنتها هذه القديسة هيلانا، هي التي بنت كنيسة القيامة وبنت كنيسة المهد في بيت لحم في المكان الذي يزعمون فيه أن عيسى عليه السلام ولد فيه. وكان اليهود يزورون هذه المدينة، يزورونها بدفع غرامات أو دفع كما نقول احنا جزية من أجل العبور إلى المدينة المقدسة. بقي هذا الأمر حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج. إلا أن أهم الأحداث السياسية التي حدثت في تلك الفترة هي احتلال الفرس للروم في ذاك الزمن، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الفرس كيف دخلوا إلى المدينة المقدسة؟ بالتحالف مع اليهود مرة أخرى، تحالفوا مع اليهود ودخلوا إلى المدينة المقدسة وبقوا هناك 10 سنوات، ثم انتصر الروم مرة أخرى سنة 600، الفرس دخلوها سنة 614، الروم عودوا استرجعوها سنة 624. فلما حكم الروم مرة أخرى أمر هرقل ملك الروم بإخراج اليهود من المدينة المقدسة، قال لهم خرجوه، لا يسكنون المدينة الأرض المقدسة ولا يسكنون حواليها ولا يسكنون، يعني أخرجهم بعيدا عن بيت المقدس ومنع عليهم دخوله نظرا لمؤامراتهم ودسائسهم. اليوم الغربيين لماذا يدعمون إسرائيل هذا الدعم اللامتناهي؟ مش ما يرجعوش ليهم، على بالهم بلي قوم ما يتخلطوش، على بالهم بلي ناس مفسدين في الأرض وما تهنوا منهم، نحوا الشوكة من رؤوسهم، فإذا إن شاء الله انهزموا راح يوليوا لهذه الدول فيخربون في تلك الدول. يتهنى
منهم ما يشوفهم شمرا. ثم جاء الفتح، أول فتح إسلامي هو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة، هذا أول فتح إسلامي قبل الفتح العماني، لأن هنا وش قلنا رب العالمين؟ قلنا بلي هذه الأرض تاعكم، هذه ملك للمسلمين، ملك للموحدين، لا بد أن تسترجعوها وأن تستردوها. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم برحلة ومعجزة ربانية عجيبة خالدة مباركة ذكرت في القرآن الكريم الله صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثة، يعني البنايات تتجدد دائما، يكون فيها انهيارات وتعود تبنى وتعود، هذه سنة الحياة. سأل الله ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، يعني أن يصيب الحقيقة دائما، يعني يوافق حكم الله عز وجل، ما يحكم به سيدنا سليمان يكون وفق ما حكم الله به سبحانه وتعالى. وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا الأمر الثالث. والأمر الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوتيه، يعني الأولى أوتيها والثانية أوتيه فأوتيه. قال وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا يريد إلا الصلاة، خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن يكون قد أوتيه، يعني أن من أتى بيت المقدس وصلى فيه لا يريد إلا الصلاة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكفر أو يغفر له خطاياه ويرجع كيوم ولدته أمه. سيدنا سليمان عليه السلام، اليوم لما اليهود يقولوا بلي هيكل سليمان، أين هو هيكل سليمان؟ للضوء الحفريات ما قولوا، رغم أن الملك الذي أوتيه سيدنا سليمان ملك عظيما، سخر الله سبحانه وتعالى له الريح وضوها شهر ورواحها شهر وأسن له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أين كل هذه الأمور؟ هل الملك العظيم أين ذهب؟ كاين دكتور أحمد إسماعيل نوفل قال فسر الآية هذيك تاع لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال ماذا قصد سيدنا سليمان بهذا الدعاء؟ هل قصد ألا يملك أحد مثله، مثل ما ملك هو، أو قصد ألا يرى أحد ملكا مثل ملك سيدنا سليمان، أو قصد أن لا يبقى أثر من هذا الملك الذي جاء به سيدنا سليمان؟ يعني أين كل هذه الآثار وهذه الأمور التي وضعها سيدنا سليمان؟ راحت، ما كانش، أصبحت غير موجودة. فهذا قال من تفسيرات أنه لم يبقى فيها، لم يبقى أي أثر لمملكة سيدنا سليمان عليه السلام. ثم ابتعد اليهود عن منهج الله سبحانه وتعالى بعد سيدنا سليمان، رجعوا إلى غيهم وطغيانهم وما كانوا يفعلونه، ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، فانقسمت دولتهم إلى قسمين، دولة إسرائيل أو مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها نابلس اليوم، ودمرها بعد وقت قصير البابليون، ودولة يهوذا أو مملكة يهوذا في الجنوب، وهذه عاصمتها أورشليم القدس. هذه بقيت صمدت سنوات عديدة، ثم لما هجم عليهم نبوخذ نصر دمرها وأحرق المسجد الأقصى ودمر اليهود وسبى اليهود وأخرجهم إلى خارج بيت المقدس، أخرجهم إلى العراق بالتحديد. ثم ما لبث الفرس أن تمكنوا من تدمير قوة البابليين وبسطوا سيطرتهم ونفوذهم على المنطقة. جاءه الفرس بقيادة قورش، هذا قورش فارسي
سمح لليهود بالعودة إلى بيت المقدس. لذلك أنا نقول دائما للفارسيين ما ديروهمش في ظهركم، تحطوهمش باللي راهم مع القضية الفلسطينية، والله هم أكبر الناس طعنا للقضية الفلسطينية. هذا تحالف بين اليهود والفرس من زمان، من زمن قورش، وكان تموا في المحاضرة بعدين نعطيكم تحالف آخر. فهم متحالفين وهم وجهان لعملة واحدة، الفرس واليهود وجهان لعملة واحدة. فأرجعهم قورش، ثم جاء اليونانيون بقيادة الإسكندر المقدوني وأخرج الفرس وأخرج اليهود منه، ثم جاء الرومان بعد ذلك، فتمكنوا من المدينة وبسطوا سيطرتهم عليها، وكان للرومان آثار كبيرة في هذه المدينة، ولعل من أبرز قادتهم هيرودوس. هيرودوس هذا أبوه يهودي وأمه نصرانية، وكان يحب اليهود وكان ينصر اليهود، ولكن اليهود لم يكونوا يحبونه لأن أمه ليست يهودية. اليهود عندهم عقيدة بلي إذا ما كانش أمك يهودية ما كانش يهودي، حتى ولو يكون أبوك يهودي.